تدرون ان 4 دينات انزلت الان عروض قويه جدا بمناسبه الافتتاح. السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. اسمهم ارزاق وطني للخضار والفواكه والتمور، وعروض قويه جدا الى 2 نوفمبر او نفاد الكميات في فرعهم الموجود في حي الندوة على شارع المحيط. لذلك الاسم لسه ما تحدث عندهم، الاسم السابق لهالمكان عناقيد نجد. الافتتاح تم الافتتاح، لذلك اللي بيستفيد بالعروض القوية يتابع العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة على أسعارهم الجملة في الخضار والفواكه. أيضا عندهم ملحمة في أرزاق وطني، هذا فرعهم الموجود في حي الندوة على شارع المحيط. أسعارهم قوية جدا وعروضهم إلى 2 نوفمبر على كل شيء في الفرع. لذلك التفاصيل في السنابات القادمة. تقول عروض أرزاق وطني، عطنا العروض اللي عندك القوية. هذا الآن كيستين ب5 ريال، العميل الواحد يقدر ياخذ الكيستين ب5 ريال مدة 5 أيام. بارك الرحمن على الكميات اللي هنا، الخيار، الباذنجان، الجزر، الكوسة، وش العرض اللي عندكم؟ 3 كيلو ب10 ريال، أي صحن بريالين. الصحن بريالين، 3 كيلو ب10 ريال، يشمل جميع أنواع الخضروات اللي تشوفونها قدامكم في أرزاق وطني. مع هذا وقته بالتحديد اللي هو الذرة، عرضكم وش يقول؟ 3 كيلو ب10 والجرم ب20. يا سلام، الجرم ب20 و3 كيلو ب10، وحنا في أرزاق وطني وعروضهم إلى 2 نوفمبر. تفاح السكري سواء كراتين أو حتى بالأدوار، يا ما شاء الله تبارك الله على الجودة اللي عندكم. حتى عطني بالكيلو، حتى بالكيلو، عطني الأسعار. طيب الطبق ب20، حلو، والكرتون ب38 والكيلو ب5 ريال. التفاح السكري سمعتوا أسعاره في أرزاق وطني. كراتين الرمان اليمن اللي هنا، عطنا العرض اللي عندكم. 23 ريال كرتون ب23 ريال. فلينات الطماطم اللي هنا، هل فلين بسعر كم؟ 8 ريال. هذا 8 ريال. عندكم بالكيلو؟ عندنا بالكيلو ب5. الكيلو ب5. شبكة الطماطم اللي تشوفونها قدامكم تبارك الرحمن، هذا كم كيلو تقريبا؟ تقريبا من 8 إلى 10 كيلو. إلى 10 كيلو بسعر 20 ريال في أرزاق وطن. أجمع الرمان المصري اللي هنا، الشب كامل مثل الحجم هذا، يأخذونه عندكم بكم؟ 13 ريال فقط. كراتين المانجو اللي هنا، هالكرتون يأخذونه بكم؟ 23 ريال. 23 ريال، وكميات كراتين ما شاء الله. بعض يسأل وش الفاكهة هذه؟ هذه فاكهة؟ كاكا. كاكا موجودة عندهم وكراتين كبيرة جدا. السعر بكم الكرتون؟ 7 ريال ونص. كرتون الكاكا 7 ريال و50. هلا كراتين الجوافة اللي هنا، هالكرتون يأخذونها في أرزاق وطني بسعر 6 ريال. الليمون كراتين وكميات كبيرة جدا ما شاء الله على الحبة. السعر 3 كيلو ب10. 3 كيلو ب10، والكرتون أو الصندوق 25 ريال فقط. ثلاجة الفواكه في أرزاق وطني متكاملة من كل شيء. وش اللي عندنا هنا؟ الكمثرى. الكمثرى. إيه. صحن أو الصندوق هذا والسلة. 6 ريال. هذا الصحن ب6. البخارة ب6 ريال. أيضا الصحن في البخارة ب6 ريال. كراتين الليمون اللي هنا، صورنا الليمون الأصفر، هذا ليمون فتنامي أو بعضهم يسميه أبو زهيرة، لكن الأصح فتنامي. بسعر كم الكرتون؟ كرتون ب25 والكيلو. أكياس الثوم اللي هنا، يأخذون 3 أكياس بسعر 10 ريال. كراتين الموز اللي هنا، هالكرتون كم كيلو تقريبا؟ يجي 13 كيلو. الكرتون كامل بسعر 60 ريال، والكيلو بسعر 5 ريال. جميع الورقيات عندهم 3 حبات بريال ما عدا الخس والملوخية. الملوخية 3 حبات مقطوفة ب10 ريال. الخس الأمريكي أيضا 3 حبات ب10 ريال، أو الحبة ب5. كراتين البرتقال اللي هنا، الكرتون يأخذونه بسعر 18 ريال. جميع أنواع الملفوف عندهم، 3 بـ10، والزهرة أيضا 3 بـ10. هنا القرع طبعا، هذا تقريبا 11 كيلو بسعر الكيس 28 ريال. الكيس ب28، والكيلو 5 ريال و3 ب10. و3 ب10. ايضا عندهم القرع الجبلي الاحجام الكبيره ما شاء الله تبارك الله، عندهم الكيلوات هنا، الليمون، لفن، بطاطس الجامبو، هذا تقريبا يجي له 5 كيلو وزياده بسعر كم؟ 15 ريال.
جح عندكم ما شاء الله تبارك الله. عطني العرض اللي موجود. الكيلو بريال وخمسة وثلاثين هلأ. كيلو ريال وخمسة وثلاثين هلأ. راتين الموز اللي هنا الكرتون ياخذونها بسعر كم؟ تسعة ونص. تسعة ريال وخمسين هلأ.